You testified yesterday that when you left the courthouse after obtaining the domestic violence restraining order against Mr. Depp, you walked out to, quote, a sea of paparazzi and cameras, right? That's correct. You testified that you were surprised to see the sea of cameras. That's correct. Because it was quiet when you went into the courthouse that morning. And the divorce remained under the radar up to that point. You testified that no one knew about your divorce, so you thought it was going to stay that way, right? No, I always figured it would come out. I just trying to buy time. You knew the media had been alerted that you were filing for divorce, right, Ms. Hurd? No, I just knew that it was impossible to do that privately, so you could just hope it was a matter of time. You knew you were going to be there, didn't you? No, I did not. I was shocked. Your publicist, Jody Gottlieb, was there at the courthouse with you, wasn't she? Yes, she was. So you anticipated that you might meet your publicist? I thought the filing might make, well, I was told the filing is public, that it would be impossible, there's no way for you to do a private filing, and then the second that I filed for the DRO, it would be public news. I didn't expect all these photographers and cameras to show up at the courthouse in real time, but they did. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. انتم وحشتوني قوي قوي قوي. فانا جيت اخيرا، جيت لكم اهو تاني اهو اخيرا، بس المرة دي بقى في فيديو حديث العالم، قضية رأي عام، قضية العالم اللي هي ايه؟ طبعا قضية جوني ديب وامبر هيرد. فلما يعرفش مين الاثنين دولت هقول لكم عنهم، بس يلا بينا ندخل على الفيديو. بس طبعا ما ننساش نذكر الله ونقول لا اله الا الله ونوحد الله وندخل على طول على الفيديو. شوفوا يا جماعه، جوني ديب طبعا ده ممثل، وامبر هيرد طبعا ممثله. جوني ديب ممثل في ديزني، بيعمل افلام وحاجات كويسه. فهما الاثنين اتجوزوا في 2015 بعد ما كانوا عارفين بعض في 2011، وهي اللي اعترفت بحبه ليها فاتجوزوا في 2015. انتهت قصة حب حلوة واتجوزوا، بس للأسف القصة دي ما كملتش للآخر. في 2016 بعد وفاة والدة جوني ديب، أمبر هيرد طلبت الطلاق بعدها بثلاث أيام، ما عندهاش دم، بعدها بثلاث أيام طلبت الطلاق. عملت أمبر هيرد راحت عملت قضية ورفعت قضية على جوني ديب بان هو كان بيضربها وانه كان بيعنفها. فالمهم هو كان بتجيب لهم ادله وحاجات بان هو كان بيضربها، وكانت تحط كريمات وحاجات على اساس ان هو كان بيضربها. فجت المحكمه حكمت لها هي بان تعويض 7 مليون دولار على اساس انها تتبرع بيهم، وهي ما تبرعتش بيهم. وكان اتفاق ما بينها وما بين جوني ديب ان اللي هي تجيب سيرته ولا هو يجيب سيرتها ولا حد يقول حاجه عن حد. جت في جريدة سألتها سؤال فجاوبت عليه، ففي جريدة تانية أخذت السؤال الإجابة بتاعت أمبر هيرد ديت نشرتها في الجريدة وحطت صورة جوني ديب. فجوني ديب لما شاف الموقف ده والحكاية ديت، مع إنه كان في الأول في القضية الأولانية أصلا مظلوم معملش حاجة، قام جاي في 2020 رافع قضية عليها في 2020، وجاب لها كل حاجة كانت بتعملها وفيديوهات وكل حاجة. وكانت شفتوا الجحدة، اقسم بالله جحدة، كانت تمسك السيجارة تطفيها في خده، في خده من هي كانت تطفي الجحدة. Telling people that I was
a drunken, cocaine-fueled mess who beat women suddenly in my 50s. It's over. You know, you're done, so... what did it do to me? What effect did it have on me? I put it to you this way, no matter the outcome of this trial, the second the allegations were made against me, the accusations. المهم فبعد طبعا من 2020 حتى 2022 والقضية شغالة، فطبعا كل ده فيه أدلة وفيه براهين إن هي المدانة. فمن ضمن ما كانوا عمالين يعني يحكوا المحاميين، فالمحامية بتاعت جوني ديب قالت لها أنت المفروض الفلوس اللي أخدتيها تتبرعي بيها، ولحد دلوقتي ما تبرعتيش بحاجة، فليه ما تبرعتيش؟ طبعا ما ردتش طبعا لأنها مش عارفة هتتبرع بإزاي وهتقول إيه، فما عندهاش رد أصلا. فطبعا أدلة وبراهين بدأت تظهر، فكل ده طلع. فطبعا هي واحدة مدانة، يعني هي واحدة مدانة دلوقتي، لا وإيه وبرعة في التمثيل صح. فكان في منتج بتستخدمه تحطه كده على البشرة بحيث إنها تبان إنها إيه مضروبة قبل بوكسر أو عالم أنا معرفش يعني. المهم فالشركة دي بتاعت المنتج دي شركة طلعت وقالت إحنا أصلا فاتحين في 2017، منين جبت المنتج بتاعنا ومنين كنت بتستخدميه؟ الكذب ملوش رجلين، يعني عايز تعمل ذكية أجل أذكى منها. فالمحكمة حكمت بإيه بقى؟ نيجي بقى على حكم المحكمة. شوفوا يا جماعة، أولا طلعت جوني ديب بريء، طبعا طلعته بريء من التهمة دي أو بريء من في القضية دي، أكيد بريء من القضية اللي فاتت اللي كانت كذابة فيها. وأنا هعرض لكم بعض اللقطات كده لو عرفت، يعني لو عرفت اعرضك بعض اللقطات هعرضها لكم. It's so... I know it may be hard to understand. It's hard for me to hear myself say, but I felt... I just wanted it to stop. I wanted things to just be okay. Sat next to him on the piano, and I would just lean my head on his shoulder, and of course I was mad, and it was horrible what he'd done. But on the other hand, I just wanted us to be okay. I could just put this other, I could put the physical stuff in a box, and I just kept going back on how much I love this person. So my makeup on and went to come here with him and walked the red carpet with him, and I remember in the car. فالمحكمة حكمت بيه بقى، حكمت عليها هي تدفع 15 مليون دولار أكيد لجوني ديب، وهي للأسف الشديد للأسف الشديد كل ثروتها ما بتتراوح ما بين 8 ل 12 مليون، يعني لبست في الحيطة وهتعلن أكيد إذا فلسها خلاص. وحكموا على جوني ديب 2 مليون، دي اللي أنا فهمتهاش صراحة قوي، يعني ليه حكموا عليه ب 2 مليون اللي يدفعهم؟ بصراحة مش عارف. في شركة اشتغلت مع جوني ديب وعملت معاه عقد وعملت معاه اعلان، ولا والاعلان ده حقق اكبر نسبه مبيعات، مش مبيعات هو ديور، شركه ديور اكيد كل يعرفها يعني، فحققت اكبر نسبه مبيعات. فيبقى كده الفيديو النهارده خلص خلاص، واتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، وانا حبيت اطلع لكم كده بالفيديو ده باختصار كده عشان الموضوع كبير، فحبيت اطلع لكم كده باختصار. فاتمنى الفيديو يعجبكم، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل الجرس، ويفعل الجرس
واللايكات بقى ووصلوا لي الفيديو دوت زي ما وصلتوا لي التاني ووصلوا لي دوت. واقول لكم خدوا بالكم من نفسكم وربنا يوفقكم جميعا، واقول لكم سلام. عطيتك قلبي هدية ونساك تمثل عليا، عمري ما كنت اناني عاشقة ودايرة النية، قوليتي لي تعادي نادي عليك وانت غادي، كنت فاهمه مكان دادي وتفتق لاعب.